السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلاميذ السنة الثانية بكالوريا علوم اقتصادية. إذا طلب من مجموعة من التلاميذ فيما يخص الاستراتيجي دامبارتيسيون اللي بقى كتخلق لكم مشكل، يعني ما مفهوماش مزيان. هذا قررنا أننا نعملوا هذا الفيديو هذا باش يعني نحيدوا جميع التساؤلات أو الالتباسات اللي كاينة في خصوص هذا الاستراتيجي هذا. الوغ بالنسبه لاستراتيجي دان بارتيسيون خاصكم اول حاجه تدوا بها شنو هي لا ديفينيسيون ديالها، شنو هي لاستراتيجي دان بارتيسيون. دونك لونتربريز ici elle choisit de se regrouper avec d'autres entreprises tout en conservant son indépendance afin de mettre en place des actions communes. Ils sont ainsi liés entre elles par des rapports contractuels. يعني شركه كتجمع مع شركات اخرى مع الاحتفاظ باستقلالية ديالها من أجل إقامة إجراءات مشتركة مرتبطة ببعضها البعض ومن خلال علاقات تعاقدية. إذن هذه هي الاستراتيجية دامبارتيسيون. عندها دي زافونتاج و دي زانكونفينيون. بالنسبة لي زافونتاج ديالها حفظوا غير هاد جوج لي زافونتاج هاد وحفظوا دو ليميت، حفظوا دو زافونتاج و دو ليميت ولا دو انكونفينيون. بالنسبة للأفونتاج ديالها عندها لا رياليزاسيون دي في دي سينيرجي، يعني لا كومبليمونتاريتي، يعني التكامل بين الشركات. يعني الشركات ملي كتجمع بعضياتها راه كتخلق واحد النوع من التكامل والتآزر فيما بينها. عندنا لا فليكسيبيليتي دو لونتربريز، دونك لونتربريز دوفيان فليكسيبل ا تو شانجمون دونفيرونمون. بالنسبة للانكونفينيون ولا لي ليميت، عندنا دو انكونفينيون. عندنا الريسك ديال الفول دانفورماسيون، سرقة المعلومات، وعندنا الكونفلي اونتر لي بارتنير. يعني ملي كيوليو بزاف لي بارتنير مجموعين راه هادشي كيخلق لهم واحد التحدي، يعني وهادشي كيخلق لهم مشاكل. اذا عندنا الفول دانفورماسيون اي الكونفلي اونتر لي بارتنير بالنسبه لي زانكونفينيون ديال لا استراتيجي دان بارتيسيون. دابا غنشوفو لي موداليتي الانماط ديال لان بارتيسيون او الانواع ديال لان بارتيسيون. بالنسبة لي موداليتي ديال لامبارتيسيون، عندنا أول موداليتي عندنا لا سو تريتونس، يعني كتاخد أشكال متعددة لامبارتيسيون. الشكل الأول هي لا سو تريتونس أو شركات المناولة. هاد الشركة هادي أو شركات المناولة، هاد الاستراتيجية هادي عندنا قال لك لو دونور دوغ في اكزيكوتي اون بارتي دو سا برودكسيون بار اون اوتر اونتربريز اللي كتسمى لو سو تريتون. نعطيكم مثال، مثلا الابناك مثلا كيخدموا بعض الشركات ديال التامين ديال لا سيكوريتي. الوغ دائما في لابونك كتلقى واحد الشخص قدام الباب، عساس قدام الباب، وكاين ما كينتميش للبنك مثلا البنك الشعبي، مثلا كينتمي لشركه اخرى. دونك البنك الشعبي قررت مثلا انها تعاقد مع شركه اخرى اللي غتحقق لها واحد لاكتيفيتي، اللي غتقوم لها بواحد لاكتيفيتي اللي هي التامين، اللي هي لا سيكوريتي. دونك هذه هي لا سو تريتونس. عندنا لا فرانشيز. لا فرانشيز هنا لو فرانشيزور مي على ديسبوزيسيون دو فرانشيزي ان سافوار فير اون مارك une notoriété en échange des redevances versées par le franchisé qui reste indépendant juridiquement. يعني franchise هو حق الامتياز، يعني هو واحد العقد كيكون بين طرفين يكون مستقلين قانونيا واقتصاديا. بمقتضى هذا العقد هذا كيقوم احد الطرفين واللي كيتسمى الفرانشيزور بمنح الطرف الاخر اللي هو الفرانشيزي الموافقة على استخدام حق من حقوق الملكية الفكرية أو المعرفة الفنية أو إنتاج سلعة أو توزيع المنتجات ديالو على حساب العلامة التجارية ديال الفرانشيزور. وبطبيعة الحال هاد الشيء هذا كيكون بمقابل مادي. عاد عندنا لو غروبمون دانتيغي ايكونوميك اللي هو الشكل الثالث من أشكال ديال لامبارتيسيون. لو غروبمون دانتيغي ايكونوميك يعني هو واحد الهيكل قانوني من خلاله كيقوم مجموعة من الشركات أو أشخاص بتأسيس واحد المجموعة اللي كتسمى مجموعة غروبمون دانتيغي ايكونوميك أو مجموعة ذات نفع اقتصادي لواحد المدة محددة، والهدف منها هو تسخير جميع الوسائل اللي ممكن أنها تسهل النشاط الاقتصادي للأعضاء ديالها وتحسين الإنتاج. وغالبا هاد الكولابوراسيون هاد الاتفاق كيكون على بالنسبة للبحث والكوميرسي لا ريشيرش الكوميرسياليزاسيون ديال البرودوي او ليتود دو مارشي.
نشوفوا النوع الرابع من الاستراتيجية ديال لامبارتيسيون اللي هي الفيليال كومون ولا جوين فونتور. سي اون سوسيتي كومون ديتونو ا بار ايغال par deux ou plusieurs entreprises, ce qui leur permet de réunir des connaissances spécialisées. يعني هي شركة كتسيطر عليها شركة أخرى أو شركات أخرى الشيء اللي كيسمح لهم بجمع معارف وكفاءات متخصصة. عندنا الشكل الخامس اللي هو la concession. هنا c'est un contrat par lequel un commerçant appelé concessionnaire distribue exclusivement sur un territoire donné pour un commerçant ou un industriel appelé concédant. Exemple Naya, Autohol est concessionnaire de Toyota. يعني هو واحد العقد اللي كيقوم من خلاله تاجر اللي هو الكونسيسيونير بتوزيع منتوجات في واحد البلد معين على تاجر اخر كيتسمى الكونسيدون. مثلا هنا قلنا اوتوهول اي لي كونسيسيونير دو تويوتا. هنا في المغرب عندنا اوتوهول اللي كتبيع يعني لي فواتور دو لا مارك تويوتا. الوغ هذا هو هذه الكونترا ديال الكونسيسيون. عندنا اخيرا سيسيون دو ليسانس. سيسيون دو ليسانس سي ان كونترا بار لوكيل اون انتربريز اوتوريز اون اوتر ا utiliser un brevet d'invention en contrepartie de redevances. يعني هو واحد العقد اللي كتأذن بالموجب ديالو الشركة باستخدام براءة اختراع مقابل من طرف شركة أخرى بمقابل مادي بطبيعة الحال. هاد براءة اختراع اللي كتسمى حقوق الملكية. إذن شركة كتبيع حقوق الملكية لشركة أخرى. دونك هذه هي سيسيون دو ليسونس. إذن هادو هما جميع لي موداليتي ديال لا استراتيجي دامبارتيسيون. الوغ كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو هادي. الى عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيوها افيك فوزامي باش يستافد اكبر عدد من التلاميذ. كنتمنى لكم التوفيق. اللي ما اشتركش يشترك معنا في القناه باش توصل الجديد ديالنا. هادشي اللي نقول لكم. كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.